إلينا في هذه التغطية والحوار من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر رحال. أهلا بك دكتور. برأيك هذه المنشورات التي يقوم بإلقائها جيش الاحتلال على المواطنين في المناطق الشمالية ويأمرهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، هل يمكن اعتبار أنها مناطق آمنة؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك. أولا، لا يوجد هناك متر مربع واحد في قطاع غزة قد يسمى منطقة آمنة أو منطقة إنسانية أو منطقة يعني لا تستهدفها طائرات الاحتلال ودبابات الاحتلال وقناصي الاحتلال. كل قطاع غزة يعني هو مناطق رماية وهو مكان للعدوان وللإيغال ولحمام الدم. رأينا منذ يعني عام تقريبا حتى اللحظة، وكل ما يتنقل الأهل من قطاع غزة من مكان إلى آخر طلبوا منهم أن ينتقلوا من شمال قطاع غزة عبر وادي غزة نحو الوسط والجنوب، وفي الأثناء تم استهداف المواطنين، بل على العكس تماما، تم استهدافهم عندما كانوا يصلون لتلقي المساعدات التي كانت تدخل ولو كما يقال بالعامية الفلسطينية بالقطارة. كان هناك دوار رشيد والكويت وغيرها وشوارع كانت مسرحا لمزيد من القتل والمذابح وحمام الدم، وكان الطحين يعني مغمسا إذا جاز التعبير بدماء الأهل ودماء المواطنين في قطاع غزة. الاحتلال يكذب، والاحتلال يريد أن يقول للعالم ويريد أن يقول للمنظمات الدولية أن هناك مناطق آمنة، لا يوجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكان آمن، ونحن كفلسطينيين لسنا آمنين لا في بيوتنا ولا في الشوارع ولا في أي مكان آخر. المسيرات F-16، الدبابات، المدفعية، البوارج، القناصين، المستوطنين، كل متأهب وكل يضرب ويقصف ويقتل، وبالتالي عن أي مكان آمن، عن المشافي التي تم احتلالها وقتل الناس فيها، عن المدارس التي ما زالت تستهدف حتى اللحظة، عن أماكن الإيواء، عن المساجد، عن الكنائس، عن أي مناطق نقول أنها آمنة. إذا كانت أماكن العبادة والأماكن المحمية بموجب القانون الدولي، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبموجب اتفاقية يعني لاهاي التي تنظم قواعد الحرب البرية لعام 1907 وكل الاتفاقيات بما فيها مدونات السلوك التي صدرت عن الأمم المتحدة، لا يحترم الاحتلال هذه التعهدات وهذه الاتفاقيات وهذه المواثيق. عندما يقوم بقصف مدرسة بها أطفال ونساء، عندما يقصف مسجدا وكنيسة ويعني شارعا وحيا ويعني مخبزا وإلى آخره، عن أي مناطق إذن الاحتلال يريد من وراء ذلك ذر الرماد بالعيون؟ يريد أن يقول للعالم، للصليب الأحمر، للأمم المتحدة، للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أننا نقوم بإخبار بين هلالين السكان ونحذر السكان من أجل إلى أين سيخرجون؟ في قطاع غزة نحن جميعا نهرب من الموت إلى الموت، لا يوجد هناك مكان يمكن أن نحتمي به ويمكن أن نكون يعني آمنين على أنفسنا وعلى ممتلكاتنا إذا بقي هناك ممتلكات. الجميع هناك شهداء مع وقف التنفيذ. إذن هذا الاحتلال يكذب ويريد أن يضلل أيضا العالم بأنه في السياق. أستأذنك في أن أسأل الأستاذ حمادة فرعنة الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا الآن من عمان. أستاذ حمادة نرحب بك. ويعني طلب الاحتلال من السكان في مخيمي النصيرات والبريج وهما يقعان في المنطقة الوسطى للقطاع، عندما يطلب منهم إخلاء منازلهم يعني يأخذ كل منطقة ويطلب من السكان أن يرحلوا منها،
ما هي أهدافه في خلال هذه الفترة بعدما يعني جعل المدنيين في قطاع غزة يقطنون 10% من القطاع فقط؟ مساء الخير أولا لك ولضيفك. الحقيقة يعني ما تفضلت به وما تفضل به ضيفك الكريم هذه هي التفاصيل، ولذلك هذه قضايا وعناوين أصبحت متكررة مستمرة متواصلة، ولكن جوهر المسائل بعيدا يعني عن التفاصيل، لأن التفاصيل التراكمية هي التي أدت إلى هذه النتيجة، وهي أنه يريد التخلص من الديموغرافيا، يريد التخلص من البشر، يريد التخلص من الشعب الفلسطيني. يجب أن يكون واضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على مفردتين لا ثالث لهما، أولا الأرض وثانيا البشر. لقد تمكنت المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي، تمكنت المستعمرة من خلاله احتلال كل الأرض الفلسطينية، ولكن هذا المشروع الاستعماري التوسعي فشل استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب إحصائيات 2022 بلغ عدد الفلسطينيين على كامل خارطة فلسطين سواء في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 أو مناطق الاحتلال الثاني عام 67، بلغ عددهم رسميا 7,142,000 عربي فلسطيني. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7,000,000 عربي فلسطيني؟ لذلك هذا الفريق الحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية، وهو نتاج انتخابات الكنيسة التي لم تفرز إلا التطرف الإسرائيلي، اليوم هنالك في الكنيسة الإسرائيلي 10 أحزاب، 2 منهم من الفلسطينيين، الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية، والثالث حزب العمل لديه 4 مقاعد، والباقي 7 مقاعد أو الباقي المقاعد هي 7 أحزاب المؤتلفة، هم أكثر من 7 ولكن مؤتلفون في إطار 7 أحزاب، 3 في المعارضة يقودها يائير لابيد وبني جانس وليبرمان، وهم أيضا يعني اتجاهات يمينية ويمينية متطرفة، والائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو لديه 4 أحزاب، وهم أكثر من 4 أحزاب ولكن ائتلافهم الأساسي 4 عناوين رئيسية. هؤلاء يؤمنون بمسألتين، أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وأن الضفة الفلسطينية هي يهودا والسامرة، أي أنها ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية. نعم. ولكن التحول الذي جرى نحو قطاع غزة بعملية 7 أكتوبر دفعت المستعمر الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة، وبالتالي هم يتعاملون الآن مع قطاع غزة باعتباره محتل كما هي الضفة الفلسطينية. إذن أنتقل بهذه النقطة للأستاذ عمر رحال إذا تكرمتم أستاذ حمادة، أرجو. هل هو الاحتلال الآن اعتبر أن قطاع غزة كله تحت يده؟ هل يعتبر قطاع غزة الآن محتل بشكل واقعي على الأرض، يتعامل مع القطاع باستراتيجية احتلالية الآن كما في الضفة، هكذا ترى أستاذ عمر؟ مش أنا اللي برا، الواقع اللي برا. أولا الاحتلال لم يخرج من أراضينا، ولم ننجز مشروعنا الوطني من أجل أن نقول بأن هناك كنسا للاحتلال وأن هناك تحقيقا للمشروع الوطني. هي من رفح حتى جنين هي أراضي فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وما حصل في أوسلو هو إعادة انتشار وفي أحسن الأحوال تموضع لقوات الاحتلال ولجيش الاحتلال، وبالتالي الاحتلال ما زال جاثما على أراضينا. وقطاع غزة عندما انسحب الاحتلال لأسباب يعني موضوعية وذاتية، انسحب من طرف واحد، لم يشاور السلطة ولم ينسق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بل أنه حاصر قطاع غزة حصارا لم يسبق له مثيل. وبالتالي حتى أوسلو سيئة الصيت والذكر
أيضا لم تتحدث عن رحيل الاحتلال وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تعد محتلة، لا على العكس، يعني هناك إعادة انتشار، بقاء للمستوطنات، مناطق للرماية، مناطق للتدريب، معسكرات للجيش. 62% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية هي مناطق جيم وفيها كل ثرواتنا الطبيعية، وعندنا شوية أراضي اللي احنا بنسميها مناطق ألف. اليوم بيقولوا أنه يعني أعيد احتلال الضفة الغربية، يعني الاحتلال هو كان موجودا وما حصل هو إعادة انتشاره، وبالتالي هذه الاجتياحات وهذا التوغل وكما حصل في 2002 وكما يحصل اليوم هو استنادا إلى الرؤية الإسرائيلية وإلى العقلية الأمنية الإسرائيلية أن هذه أراضي محتلة. لكن لا يريد الحركة الصهيونية، هي تريد أرضا بلا سكان. هذه يعني هذه واحدة من يعني تقاطعاتها. لذلك خرجوا من قطاع غزة لأنه أيضا هناك كتلة بشرية هائلة وحصر القطاع، لا يعني أراضينا ما زالت محتلة. الحديث هنا أو هناك بأنه هذه مناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم، هذه تسميات لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لنا كفلسطينيين، نحن بما فيها طبعا القدس المحتلة، وبالتالي نحن ما زلنا نتحدث أننا محتلين. لذلك يعني إسرائيل نعم هي معنية بوجود السلطة بشكل أو بآخر لاعتبارات مرتبطة أمام المجتمع الدولي بأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية 6.5 مليون فلسطيني من نواحي التعليم والصحة والرفاه وغير ذلك. وأيضا هي تريد أن تقول يعني للسلطة بأن فرض الأمن والموضوع الأمنية هي من جانبكم وتحت مسؤوليتكم. لذلك يعني الاحتلال لا يريد سكان، هو يريد أرض. لهذا السبب هناك 62% من المساحة الإجمالية تحت السيطرة، واليوم قطاع غزة أنا بالنسبة لي كفلسطيني هو ما زال محتل. صحيح انسحب الاحتلال، لكن هو ما زال بموجب القانون الدولي أرضا محتلة. لم يكن هناك اتفاق أو معاهدة ما بيننا وبين الاحتلال من أجل أن نقول بأن قطاع غزة لم يصبح محتلا، على العكس تماما، هو ما زال محتل بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن مفردات أوسلو وتفاصيلها اللي إلها علاقة بإعادة انتشار وإلها علاقة بتسمية المناطق ألف وباء جيم، هذه تسميات، وهذه التسميات بالمناسبة هي جاءت من ملاحق يعني معاهدة كامب ديفيد ما بين السادات ودولة الاحتلال، وطبقت علينا مع بعض التعديلات، ولكن في الجوهر هي نسخة عن معاهدة كام ديفيد. لذلك نحن كفلسطينيين وأراضينا ما زالت محتلة بموجب القانون الدولي. هل استراتيجية الاحتلال في قطاع غزة أستاذ حمادة فراعنة هل ستكون يعني كالضفة تماما؟ لأنه حتى الآن الاحتلال يعني لم يعلن انتصاره، ما زالت هناك عمليات عسكرية تجري، والفصائل المقاومة تقوم بعمليات نوعية وعمليات مركبة وتستهدف الاحتلال في مناطق آخرها في شرق خان يونس منذ يومين. أولا الاحتلال مجمع يعني كل القوى السياسية المؤتلفة في إطار حكومة المستعمرة الإسرائيلية مجمعون على بقاء الاحتلال لقطاع غزة، ولكنهم مختلفون في كيفية التعامل مع قطاع غزة. البعض منهم يريد عودة المستوطنات الاستعمارية لقطاع غزة، والبعض الآخر يعني مستنكر في هذا الاتجاه، ولكن بقاء الاحتلال أصبح واضحا والممارسة تتم بوضوح. أما وجود مقاومة فلسطينية، فالمقاومة الفلسطينية موجودة على امتداد الخارطة الفلسطينية سواء بالضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة، بل حينما كانت قطاع غزة قبل 7 أكتوبر لا توجد بها مقاومة، كان هنالك مقاومة مستمرة في الضفة الفلسطينية، ولكن اليوم كامل خارطة فلسطين هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، كامل خارطة فلسطين. ولكن الشيء الجوهري والإيجابي أن المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي فشل استراتيجيا بطرد وتشريد كل الشعب الفلسطيني،
ولذلك العامل الديموغرافي هم الذين يعملون على أساسه. ومن هنا حينما ندقق بعملياتهم في قطاع غزة وحتى في مخيمات الضفة الفلسطينية، هم يستهدفون البشر ولا يستهدفون المقاومة الفلسطينية، ولذلك هم يستهدفون البشر من أجل قتل أكبر عدد منهم، ثانيا لدفعهم نحو الرحيل والهجرة، ثالثا لأن الشعب الفلسطيني هو الحاضنة في ولادة المقاومة الفلسطينية، فيريدون إنهاء هذه الحاضنة. لذلك الصراع على أرض فلسطين اليوم ليس صراعا على الأرض، بل هو صراع على البشر، أن يبقى الشعب الفلسطيني على الأرض أو يتم ترحيله، لأن الاحتلال بقدراته وإمكانياته ودعمه ما زال هو الذي يتمكن من فرض علاقاته، من فرض قيمه، من فرض سياسته، من فرض برنامجه على كامل خارطة فلسطين. ولكن هناك تعامل مختلف يعني في كيفية التعامل مع فلسطيني مناطق 48 أو فلسطيني القدس أو فلسطيني الضفة الفلسطينية أو فلسطيني قطاع غزة، وهو يعني في هذا التمزيق هو هادف لأسباب أمنية، لأسباب سياسية إلى آخره. ولكن اليوم هذا الفريق الحاكم يريد كامل خارطة فلسطين، هذه بالنسبة لهم كما قلت هي بلدهم، هي منطقتهم جميعها. ولذلك يعني هنالك ائتلاف ووضوح في هذا الائتلاف، سواء من قبل الأحزاب المؤتلفة في إطار حكومة نتنياهو أو حتى المعارضة ممثلة بالرئيسيين بني جانس وليبرمان ويائير لابيد. هؤلاء الثلاثة أيضا هم مع هذا التوجه اليميني، لذلك هنالك أغلبية لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى إفرازاته للكنيست بهذه الانتخابات الأخيرة، إفرازاتهم جميعها إفرازات تعكس مسألتين: أحزاب سياسية يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة، هذا هي إفرازات الكنيست باستثناء كما قلت حزب العمل واثنين من الأحزاب الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة الإسلامية، لكل منهما 5 مقاعد يعني 10 مقاعد. ولذلك الصراع الآن صراع ديمغرافي على الأرض الفلسطينية، أما الاحتلال بعيدا عن أوسلو وغير أوسلو، أوسلو أهم إنجاز حققه الشعب الفلسطيني في تاريخ حياته، ولكن هذه الأوسلو ألغاها شارون في عام 2002 بعد مؤتمر قمة بيروت في 28 آذار 2002، ولذلك أصبحت أوسلو من الماضي، لم تعد أوسلو لها لا حضور ولا هذا. المظهر الوحيد المتبقي هو وجود السلطة الفلسطينية. ولكن أقول سريعا، حينما يرحل أبو مازن لن يكون هنالك سلطة فلسطينية، هم يتركونه حتى يرحل لوحده. لماذا؟ لأنه لا يصطدم معهم على الأرض، فهم يمارسون عمليات التوسع والاستيطان وإلى آخره، كل الممارسات الإسرائيلية. ولذلك لماذا يعلنون ضم الضفة الفلسطينية؟ لماذا يعلنون ضم قطاع غزة؟ طالما أن الإجراءات جارية بتكتيكات الاحتلال ومصالحه الأمنية. طيب. وبالتالي بدون أن نختلف أن أوسلو كويسة ولا مش كويسة، انتهت أوسلو. بعيد عن هذا، نحن في ربما في واقع جديد، ومسألة قطاع غزة ربما الآن هي شكل جديد من أشكال الاحتلال. أستاذ عمر رحال، إذن هذه الآراء الإسرائيلية السياسية التي تتوافق كلها على احتلال قطاع غزة باستراتيجيات مختلفة، حتى وإن اختلفت العقائد السياسية بالنسبة للقوى الإسرائيلية، برأيك كيف يمكن مواجهتها على الجانب الفلسطيني؟ هل الفلسطينيون سيتركون استراتيجية الاحتلال بين التوغل من منطقة إلى أخرى وبسط سيطرته على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة؟ هل ستجابه بواقع فلسطيني جديد؟ يعني المقاومة لم تنتهي لغاية اللحظة من أجل أن نقول بأننا نجابه أو لا نجابه. لكن السكان في 10% من القطاع دكتور. أنا أتحدث يعني قطاع غزة منكوب،
نعم. أنا لا أتحدث فقط عن غزة، وإنما أتحدث عن عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن المقاومة الفلسطينية من مخيم جنين شمالا مرورا بطول كرم ونور شمس وبلاطة والفوار ومدن وقرى الضفة الغربية حتى رفح. أنا أتحدث بأن المقاومة الفلسطينية تعلو وتخبو نتاج ظروف موضوعية وذاتية، والنضال الوطني الفلسطيني لن ولن يتوقف بطبيعة الحال ما دام هناك احتلالا، وبالتالي يعني النضال الوطني الفلسطيني مستمر، ولكن هناك في بعض الأحيان ظروف ذاتية وموضوعية كما قلت. نحن كفلسطينيين مطالبين بالحد الأدنى أن يعني نتوافق على يعني شكل وطبيعة المشروع الوطني الذي نريد، لأنه الفصائل سواء كانت الوطنية المنطوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو تلك الإسلامية ما زالت مختلفة حتى اللحظة. لهذا مطلوب أن يكون هناك مؤتمر إنقاذ وطني من أجل أن نتفق على شكل وطبيعة المرحلة و الأدوات والأليات التي يمكن أن نستخدمها من أجل تحقيق مشروعنا الوطني، ومن أجل أن نتفق على شراكة سياسية لا تقصي أحد. وبالتالي نحن والفلسطينيين في الداخل والخارج مطالبين بتعزيز الوحدة الداخلية. لا يمكن أن يكون هناك مواجهة ومجابهة للاحتلال وتحقيقا للمشروع الوطني الفلسطيني ونحن ما زلنا في حالة من الانقسام والتشظي. هذا معيب وهذا مشين بالنسبة لنا كفلسطينيين، كما أنه أضر بصورة نضالنا وبصورتنا أمام العالم، لا سيما أمام أشقائنا وأصدقائنا. لا يمكن أن يتم يعني تحرير أراضينا ودحر الاحتلال وتحقيق مشروعنا الوطني وعودة اللاجئين ونحن على هذا الشكل. نحن في مرحلة تيه وعدم يقين. بعد يومين ثلاثة، بعد يومين سيكون بالضبط يعني لهذا العدوان، لهذه الإبادة، لجرائم الحرب عام كامل، وما زلنا ندور في حلقة مفرغة. لغاية اللحظة نحن كفلسطينيين لم نلتقي جميعا حول طاولة مستديرة من أجل أن نتباحث بما يجري. نحن نذهب إلى موسكو ونذهب إلى بكين ونذهب إلى هذه الدولة أو تلك. ذلك معيب ومشين بالمناسبة، لأنه إذا كانت القيادة الفلسطينية تتصرف على هذا النحو، وأقصد هنا الفصائل جميعا ولا أقصد فقط السلطة الوطنية أو قيادة السلطة، لا، على العكس، الجميع يتحمل يعني المسؤول. ونحن فشلنا، المجتمع المدني والأكاديميين والمثقفين والصحفيين والنقابات العمالية والنقابات المهنية، الكل، كلنا فشلنا في أن نحقق مشروعنا الوطني، وفشلنا في أن يعني نردم هذه الفجوة وهذا الانقسام. الجميع فشلا ذريعا، وكأنه لا يوجد هناك حكماء، لا يوجد هناك كبار، لا يوجد هناك قادة، لا يوجد هناك من يعلق الجرس. لكن يعني القوى السياسية أليست أكثر قوة دكتور من القوى المجتمعية المدنية؟ أنا أتحدث كما بداية حديثي، نعم الفصائل الفلسطينية نعم تتحمل مسؤولية كاملة بأنها لم تحرك الشارع ولم يكن لديها قدرة لتحريك الشارع من أجل إجبار الفرقاء للذهاب للوحدة ولتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية. لا يمكن لنا كفلسطينيين، لكن الشارع عندما تحرك في السنوات الأخيرة دكتور عمر كانت القوة الأمنية يعني في مجابهته. يعني أنا الآن يعني لست بمعرض، خليني أسميها بالعامية الفلسطينية، نبش الماضي. نحن الآن في مقتلة، في مجزرة، في حمام دم. نحن الآن في حالة يرثى لها كفلسطينيين، لكن بالحد الأدنى علينا كفلسطينيين أن يعني نعلو وأن يعني ندرك أن هذا المشروع الصهيوني والتوسعي الاستعماري الاستيطاني الإحلالي كما تحدث الأستاذ فراعني بأن الموضوع مرتبط بالديموغرافيا والجغرافيا، لم يعد هناك شيء للضفة، الضفة الغربية قضمت، الضفة الغربية وصدرت الاستيطان وعربدت المستوطنين والمستوطنين الذين أصبحوا أيضا رأس حربة والذين أصبحوا ميليشيا مسلحة بحماية وبدعم
وبضوء أخضر من جيش الاحتلال، بن غفير يسلح وسموتريش يعني يقوم بـ 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 بالتمويل، ونتنياهو يقوم بقطف الثمار، ونحن ما زلنا نتحدث في قضايا بسيطة، في قضايا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع أمام فلسطين وأمام ضياع فلسطين. نحن نتحدث عن كرسي وعن منصب وعن سفارة وعن وزارة وعن وزير وعن إدارة وعن مال إلى آخره. ذلك مشين ومعيب، ونحن في مرحلة أحوج ما نكون بأنه يجب أن نكون موحدين. والسؤال، هل نحن في مرحلة تحرر وطني أم في مرحلة تحول ديمقراطي؟ إذا كنا في مرحلة تحول ديمقراطي إذا لا يوجد هناك احتلال، وخلينا نقبل الحال التي نحن بها. ولكن علينا كفلسطينيين أن نعي وأن نتعامل بشكل واضح وصريح وبمسؤولية وطنية وأخلاقية بأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، لأن البعض هو يعني يعيش مرحلة بأننا دولة وأن هناك حكومة وإلى آخره. هذه القضايا أفسدت نضال شعبنا وأفسدت يعني شبابنا وأفسدت الحالة الوطنية والنضالية الفلسطينية. لهذا السبب مرة ثانية نحن بحاجة إلى مؤتمر إنقاذ وطني للخروج من عنق الزجاجة، وبالتالي كل القطاعات والقوى السياسية والمثقفين والأكاديميين والنقابات العمالية والمهنية والكل الفلسطيني مدعو إلى أن يخرج من هذا المؤتمر كما يعني ذكرت. ومن ضمنها أيضا إنهاء أوسلو بشكل رسمي، ويعني التحلل من كل هذه الاتفاقيات. الاحتلال تحلل والاحتلال تجاوز منذ 2002 حتى اللحظة، والمرحلة الانتقالية انتهت في 4/9/1999. تالي ماذا نحن الآن فاعلين إذا صار للمرحلة الانتقالية 25 عام منتهية؟ على ماذا نراهن؟ نراهن على المفاوضات ونراهن على الحزب الديمقراطي ونراهن على هذا النظام أو ذاك؟ لا يوجد رهان إلا على ذاتنا وعلى أنفسنا. لذلك سنأتي إلى هذه النقطة إذن، وتعامل القوى السياسية والرسمية مع هذا الواقع. أستاذ حمادة فراعنة، برأيك الواقع الحالي في الضفة وقطاع غزة أليس من ضمن أسباب وتعامل القوى السياسية والرسمية ليس بشكل قوي مع الاحتلال؟ وهنا أشير إلى عنوان مهم، خلط ما بين التحول الديمقراطي والتحرر الوطني كما ذكر الدكتور عمر رحال. أنا لا أستطيع أن أقدم أي إضافة لما تفضل به ضيفك، ولكن أريد أن أطع النقاط على الحروف. أقول أن قيادة حركة فتح وقيادة حركة حماس كلاهما تتحمل المسؤولية، كلاهما انتهازي كبير، كلاهما يستثمر الامتيازات المتوفرة لديه. في قطاع غزة حركة حماس كانت تستأثر وتستفرد في إدارة قطاع غزة لمدة 17 سنة بعد انقلاب دموي، مع أنها جاءت عبر صناديق الاقتراع. وحركة فتح في الضفة الفلسطينية تستأثر بالسلطة وتستأثر بإدارة منظمة التحرير الفلسطينية، وكلاهما يكذب على نفسه وعلى شعبه. التقوا في الجزائر والتقوا في موسكو والتقوا في بكين، ولكنهم لم يحققوا أي خطوة عملية إجرائية على الأرض. ولذلك أقول لهم تعلموا من عدوكم، عدوكم يرتقي وأنتم تهبطون وتنخفضون بلا أي أخلاق وبلا أي قيم وبلا أي وطنية. أنتم تفتقدون للوطنية. فتح وحماس في تعاملهم مع مسألة الوحدة الوطنية، العدو الإسرائيلي حينما فجرت 7 أكتوبر، وهي خطوة جوهرية الرابعة في تاريخ النضال الفلسطيني. يعني يكذبون حينما يقولون أن النضال بدأ ب 7 أكتوبر أو سينتهي ب 7 أكتوبر. 7 أكتوبر هي المحطة الرابعة. المحطة الأولى كانت ولادة منظمة التحرير وانطلاقة الثورة الفلسطينية ومعركة الكرامة، والمحطة الثانية كانت الانتفاضة الأولى التي فرضت على إسحاق رابين
الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير وبالحقوق السياسية المشروعة وجرى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية. والمحطة الثالثة كانت الانتفاضة الثانية في قطاع غزة التي أجبرت شارون على الرحيل من قطاع غزة بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال. هذه المحطة الرابعة في النضال الفلسطيني. ولكن هؤلاء وأولئك لا يحترمون أنفسهم. العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر لندقق بني جانس الذي كان يقود المعارضة مع يائير لافيد وليبرمان التحق في حكومة نتنياهو. لماذا؟ لأن هنالك عدو فلسطيني واحد. وحينما فشل نتنياهو ترك الحكومة. اليوم الجميع ليبرمان يائير لابيد بني جانس يقولون لنتنياهو نحن معك ونصوت معك ونقف إلى جانبك لمواجهة العدو حماس والمقاومة الفلسطينية وحزب الله. لذلك فلتتعلم هذه القيادات سنة كاملة في مواجهة هذا العدو يرتكب المجازر لا خطوة عملية إطلاقا لا من قبل فتح ولا من قبل حماس. ولذلك هنا المشكلة الرئيسية، المشكلة ذاتية وليست موضوعية. الموضوعية هي كبيرة وتستدعي التلاقي وهو وجود الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يمارس كل أنواع القتل والبطش وإلى آخره بحق الشعب الفلسطيني بحق المدنيين الفلسطينيين. ولذلك هذا العامل الموضوعي الجوهري الذي يدفع نحو المقاومة، ولكن العامل الذاتي فاشل، فاشل في قطاع غزة، فاشل في الضفة الفلسطينية، وأيضا امتد هذا الفشل حتى لمناطق 48 بين الحركة الإسلامية والجبهة الديمقراطية. كلتاهما حينما تقرأ ما يكتبون وتصريحاتهم معادون لأنفسهم أكثر من عدائهم للاحتلال. هذا حالة مرضية تجتاح الشعب الفلسطيني مع الأسف. ولذلك كما قال ضيفك لن يكون انتصار إطلاقا، لن ينتصر الشعب الفلسطيني بدون وحدة وطنية، بدون ائتلاف، بدون أن يتماسكوا مع بعض حتى يقدموا أولا لشعبهم وأمام العالم وحدة وطنية تقوم على 3 عناوين. أولا أن يكون هنالك برنامج سياسي مشترك يتم صياغته من قبل كل الأطراف. ثانيا مؤسسة تمثيلية موحدة وهي منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية على الأرض. ثالثا يتم اختيار الأدوات الكفاحية وليس كل واحد بمارس الكفاح على رأسه وحسب ما هو متفق بقدراته الذاتية. أي عمل كفاحي الشعب الفلسطيني كله يدفع الثمن. في هذا الجانب إذن الفصائل كان لها بيان أكدت أنه لا اتفاق ولا صفقة إلا بما يتفق مع رؤية الشعب الفلسطيني وأن القادم سيكون ضمن أفكار واستراتيجيات فلسطينية داخلية. سيد عمر، دكتور عمر رحال، برأيك كيف يمكن قراءة هذا البيان في هذا التوقيت؟ هل من الممكن الذهاب إلى صفقة أو الفصائل المقاومة؟ ماذا تعني من إصدار بيان في ظل يعني هذه الضبابية للواقع السياسي والعسكري في قطاع غزة، في ظل أن الاحتلال الآن ربما يركز عملياته في لبنان؟ يعني أعود لما تفضل به الأستاذ فرعني منذ يعني بداية اللقاء بأن الاحتلال ونتنياهو وجيش الاحتلال ودولة الاحتلال لم يحققوا أي من الأهداف السياسية للحرب، ونتنياهو رفع عديد من الأهداف السياسية ونراه ينتقل من منطقة إلى أخرى، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وغدا إيران وإلى آخره، في إشارة واضحة بأن نتنياهو لم يحقق وحقق شيء واحد بطبيعة الحال. نحن لا ننكر كفلسطينيين وهو قتلنا وحمام الدم الذي اقترف وما زال يقترف في قطاع غزة منذ عام حتى اللحظة هو حقق أحد أهم هذه الأهداف. لأنه موضوع التهجير اللي تحدث عنها مطولا الأستاذ فرعني، نعم هي تاريخيا موجودة
يعني أولا خلفياتها بالفكر السياسي الصهيوني، ونعم أرض الميعاد وأرض الآباء والأجداد وأهودا والسامرة، ونحن أغيارا جئنا من كريت وجئنا من الجزيرة العربية، وبالتالي هم يريدون أن يتخلصون. لكن كان هناك موقفا حاسما من الأردن ومن رئيس وزراء الأردن السابق عندما قال أي عملية ترحيل للأهل من الضفة الغربية هو بمثابة إعلان حرب على الأردن. هذه واحدة. والثانية الموقف المصري أيضا من موضوعة الترحيل، ولكن استعاض نتنياهو في موضوعة الترحيل بالقتل. لهذا السبب لدينا هذا العدد المخيف والمرعب من الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين، وهذا التدمير الهائل للأعيان المدنية، كل ما له علاقة بالمدنية يعني تم تدميره، بحيث عاد قطاع غزة إلى قرون مضت. المقاومة في ظل هذه يعني الظروف، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي منينا بها، وأقصد هنا الشهداء والقضايا يعني الأخرى كما يقال مقدور عليها البناء والإعمار، على الرغم من أننا يعني نعيش الآن في نكبة، المقاومة ما زالت تحتفظ بهذا الرصيد وفي الحاضنة الشعبية، والمقاومة ما زالت عند موقفها ولم تغير. على العكس تماما، الاحتلال حرر بين هلالين بعض الأسرى ولكن بالقتل، لم يحررهم أحياء باستثناء شخص واحد. وبالتالي نتنياهو عندما قال أنه سيعيد الأسرى تحت ضغط النيران، وما فعلوا في قطاع غزة كان واحد من هذه القضايا بأن يضغط على المقاومة من أجل إعادة الأسرى، ولكنه فشلا ذريعا. هذا الموضوع يعني أن المقاومة لن تقبل يعني هذه بين هلالين الهزيمة السياسية إن لم يكن هناك صفقة يعني بالمعنى الحرفي، وقف إطلاق نار، انسحاب لدولة الاحتلال وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. غير ذلك أنا أعتقد بأن المقاومة ستكون يعني بأزمة، والمقاومة مصداقيتها عند جماهير شعبنا ستكون على المحك. لهذا السبب هذا الصمود الأسطوري. أولا هؤلاء شجعان، يعني المقاتلين شجعان وأبطال ومقدامين، ويعني لديهم عقيدة عسكرية قل نظيرها. لأول مرة الفداء الفلسطيني يقاتل على أرضه، هذه يعني سابقة في التاريخ الفلسطيني، وهذا هذه الشجاعة وهذه القوة. لذلك الفصائل لا أقول تستبق، الفصائل هي تؤكد على المؤكد، هي تؤكد على ثوابت سابقة. فصائل المقاومة على اختلاف تسمياتها لم يكن لديها أي تراجع، ولم يكن على الرغم من الخسائر التي منينا فيها واستهداف نتنياهو للمدنيين في كل مرة من أجل الضغط على المقاومة ومن أجل أن تذعن المقاومة، كما أن محور فيلادلفيا كان واحدة من هذه القضايا، ومع ذلك بقيت المقاومة متماسكة وبقيت المقاومة عند وعدها، وما زالت المقاومة على الرغم من كل ما حصل عند ذات الموقف لم تغير ذلك، على الرغم من ضغوط بعض الأطراف العربية عليها. طيب أستاذ حمادة فراعنة، يعني الفصائل في بيانها قالت إن أي أفكار ومحاولات لخلق إدارة بديلة خارج الإجماع الوطني ستعامل معاملة الاحتلال. ما هي الرسائل من هذه الجملة؟ هذه الرسالة واضحة لأن هنالك ثلاث خيارات، ثلاث احتمالات يعني في التعامل مع قطاع غزة، هذا إذا يعني تم التوصل لتفاهم، خصوصا مصري إسرائيلي في إطار المساعي هذه الجارية قطر ومصر والولايات المتحدة. هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول الاعتراف بحركة حماس بين قوسين الإرهابية، كما تم الاعتراف بحركة فتح ومنظمة التحرير. كان ياسر عرفات إرهابي أكثر من حركة حماس، ومع ذلك ياسر عرفات الذي وقع في 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 واشنطن في البيت الأبيض، وهذا احتمال أن يتم الاعتراف بحركة حماس. لماذا؟ الآن المفاوضات مع من تتم؟ مع حركة حماس، ولا تذكر لا منظمة التحرير ولا السلطة الفلسطينية. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن تعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى تفاهم ما بين فتح وحماس.
والاحتمال الثالث وهو الذي صدر البيان أن يتم تنصيب يعني قيادة فلسطينية، هذا أمر مستبعد، ولذلك استدركت الفصائل ووضعت يعني الوضع أمام منع وتحذير أي طرف ممكن يتعامل مع الاحتلال. ولا أعتقد أنه يوجد أي طرف فلسطيني في قطاع غزة يمكن أن يقبل بالاحتلال أو يتعامل مع الاحتلال، يعني بسبب الجرائم أولا وبسبب يعني وجود المقاومة. وبالتالي لا الأردن، حتى ما أحكي عن مصر، لا الأردن ولا مصر ولا أي طرف قادر على فرض شروطه ومعاييره ومصالحه على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني شعب مستقل صاحب إرادة وباسل وشجاع، وبالتالي هو يتحمل كل هذه المسائل. ولكن أريد مرة أخرى يعني تأكيدا لما تفضل به ضيفك، ولكن أضع النقاط على الحروف، أن نتنياهو فشل في 3 عناوين إلى الآن. الفشل الأول كان في معركة 7 أكتوبر، وسيحاكم مهما أطال الزمن، سيحاكم من قبل الإسرائيليين، وسيكون الشخصية الثالثة في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية التي تتم محاكمته. كان الأول جولدا مائير عام 73، حرب أكتوبر 73، والثاني كان في الاجتياح الإسرائيلي لبنان مناحم بيغن، والثالث سيكون نتنياهو. ولذلك الإخفاق الأول هي مبادرة 7 أكتوبر، مفاجأة 7 أكتوبر، صدمة 7 أكتوبر. أما الفشل الثاني فهو أعاد احتلال كل قطاع غزة، ولكنه لم يتمكن إلى الآن من اجتثاث المقاومة وإنهاء المقاومة. ثالثا احتل كل قطاع غزة، ولكنه لم يتمكن إلى الآن من معرفة مواقع اختباء الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراحهم بدون عملية تبادل. وأيضا الذي حققه، وضيفك تحدث عن عامل، ولكن العامل الثاني وتمكن من قتل عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتدمير أكثر من ثلثي قطاع غزة. ولكن هذا الإنجاز هو الذي فتح عليه النار على المستوى الدولي. على المستوى الدولي هنالك إنجازات في غاية الأهمية، أقلها اعتراف 5 دول أوروبية بالسلطة الفلسطينية وبالدولة الفلسطينية عفوا. ولكن الأهم من ذلك أن يهود العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا أعلنوا بيانات في غاية الوضوح تتحدث عن اعتزازهم بيهوديتهم، ولكنهم ليسوا صهاينة وليسوا مع المستعمرة الإسرائيلية. وهذا تحول نوعي جوهري في غاية الأهمية. وأنا بشبهه زي داعش والقاعدة. داعش والقاعدة تنظيمات إسلامية، ولكن لا يعبرون عن الإسلام والمسلمين. هكذا الحركة الصهيونية في نظر هؤلاء اليهود. شكرا. والعامل الثالث هو انتفاضة انتفاضة الجامعات الأمريكية والأوروبية، أرقى الجامعات. 62 جامعة في الولايات المتحدة انتفضت ب3 اتجاهات. أولا برفض تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ثانيا رفض سلوك المستعمرة الإسرائيلية، ثالثا رفض سياسات حكوماتهم الأمريكية والأوروبية في تعاملها مع المستعمرة الإسرائيلية. هذا الحقيقة، هذه إنجازات في غاية الأهمية، هو الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني بتضحياته وبسالته وشجاعته أمام المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك أستاذ حمادة فرعنة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عماد. ونشكر من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر رحال، كنتم معنا ضيفين كريمين.